وبكده نكون عرفنا آخر تحديثات اليوتيوب لشهر أبريل 2020 والمرتبطة بتحقيق الدخل على المحتوى اللي بيتناول فيروس كورونا، وكمان عرفنا آخر التحديثات بخصوص تأخير مراجعة القنوات اللي مقدمة في أدسنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة تعلم دوت نت وآخر تحديثات اليوتيوب. في البداية كده نحب نذكر المشتركين الموجودين على القناة واللي بيشوفوا الفيديو دلوقتي إن هم يضغطوا زرار لايك أو زرار الإعجاب علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد علشان الكل يستفيد. وبالنسبة لأصدقائنا الجدد اللي لسه ما اشتركوش يبقوا لازم يشتركوا دلوقتي ويفعل زر الجرس عشان توصلك آخر فيديوهاتنا ومجرد رفعها على القناة. نروح بقى لفيديو النهاردة وموضوع النهاردة وهي تحديثات اليوتيوب المتعلقة بفيروس كورونا. في فيديو سابق من أسبوعين أو ثلاثة كنا ذكرنا إن اليوتيوب أقر عدم تحقيق الدخل على الفيديوهات التي تتناول فيروس كورونا، واقتصرت تحقيق الدخل على عدة قنوات بعينها أو قنوات مختصة بتقديم الأخبار. علشان كده كنا قدمنا فيديو برضو بنتكلم فيه عن كيفية الربح باستغلال فيروس كورونا وعدة طرق للربح من وراء فيروس كورونا، هتلاقي الرابط فوق هنا تقدر تشوفه وتشوف الطرق ديت كلها وتبدأ تستغلها. لكن اليوتيوب النهاردة طلع بتحديث جديد وأتاح تحقيق الدخل على الفيديوهات التي تتناول فيروس كورونا ولكن بعدة شروط. قبل ما نشوف الشروط نروح هنا على صفحة المساعدة في اليوتيوب، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، وننزل هنا على تحقيق الدخل. لاقي أول تحديث هنا بيقول لك في 2 نيسان أبريل بيقول لك لقد وسعنا نطاق ميزة تحقيق الدخل أو تحقيق الربح من المحتوى الذي يتناول فيروس كورونا أو يأتي على ذكره، وأتحنا هذه الميزة لجميع منشئي المحتوى ووكالات الأخبار، وكالعادة يجب أن يكون المحتوى مناسب للمعلن وأن يتوافق مع إرشادات المنتدى. يعني هنا قال لك خلاص إحنا أتحنا الربح من الفيديوهات التي بتتحدث عن كورونا، ولكن بشرط أنها تكون مناسبة للمعلنين وتكون مناسبة لسياسات وقواعد اليوتيوب. مناسبة للمعلنين يعني ايه؟ يعني ما تقدمش في الفيديو بتاعك محتوى بيتكلم عن العرية او العنف او المخدرات او اي حاجات مخالفة، تقدر تضغط على مناسبة للمعلنين وتشوف الشروط ديت، وكمان مش مناسبة لإرشادات وقواعد اليوتيوب اللي كلنا عارفينها. ولكن برضو قالوا في شرط ثالث وهو ان المحتوى اللي بتقدمه على فيروس كورونا يكون من مصادر موثوقة. ايه هي المصادر الموثوقة؟ هنا ذكرها في ثلاث اختيارات، بقولك هنا استخدام المعلومات المنشورة على مصادر منظمات موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية، مكافحة الأمراض، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية. فده الثلاث مصادر اللي تقدم فيهم محتويات أصلية وفي نفس الوقت محتوى صادق عن فيروس كورونا. كمان ذكروا ان في عدة موضوعات انت لو ذكرتها في الفيديو بتاعك المتحدث عن كورونا لن يتم تحقيق الدخل عليه برضو، وهتلاقي هنا الشرح ده كله في المقالة في مركز المساعدة، هنا نفتحها في صفحة جديدة وانا بيتكلم لك عن كل الحاجات المخالفة اللي لن يتم تطبيق الربح على الفيديوهات دي. هنا بقول لك مثلا اللقطات المزعجة اللي هم الناس اللي بيعانوا من فيروس كورونا كمحتوى اساسي، طبعا لو انت بتعمل مثلا لقطة او لقطتين وبتشرح الموقف فيهم مفيش اي مشكلة، او تتناول معلومات طبية خاطئة فده برضو لن يتم تحقيق الدخل عليها، او مقالب وتحديات مرتبطة بفيروس كورونا، تمام. فكل دي امثلة طبعا حاول على ما تقدر ما تذكرهاش في الفيديو او ما تتناولش المحتوى ده في الفيديو بتاعك. ده كان اهم تحديث ظهر خلال شهر ابريل. التحديث الثاني او الخبر الثاني اللي ظهر من اليوتيوب وهو تعليق او ايقاف المنتدى او تبويب المنتدى عند بعض القنوات، وهنا اليوتيوب قال بصريح العبارة ان التعليق ده فني او تقني وغير مرتبط باي مخالفة على القناة، فاي حد عنده المنتدى واقف او متعلق ما يقلقش طالما فيش مخالفات او التعليق ده لن يكون ناتج عن مخالفة، فده هيكون ناتج عن لوغاريتمات اليوتيوب وخلال المشكلة اللي احنا عايشينها او قلة العمالة في اليوتيوب تفاديا من فيروس كورونا. ثالث نقطة واهم نقطة وهي تأخير مراجعة قنوات اليوتيوب.
خلال الأسبوعين ثلاثة أو الشهر اللي فات، كتير من اليوتيوبرز الجداد قدموا بقنواتهم على برنامج شركاء أدسنس علشان يتم تحقيق الدخل. في الغالب أو في المعتاد كان بيتم مراجعة القنوات خلال يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين على الأكثر. لو قناتك ما فيهاش مخالفة بيتم الموافقة مباشرة، لكن خلال الفترة الراهنة قد تتأخر مراجعة قنوات اليوتيوب. فلو انت مقدم من فترة ما تقلقش، ده طبيعي خلال الأزمة اللي احنا فيها ان اليوتيوب قلل العمالة او الاشخاص اللي بيقوموا بمراجعة القنوات، فعشان كده هيبدأ تأخر في مراجعة القنوات وتأخر في اي طلب انت بتقدمه لليوتيوب. اي طلب انت بتقدمه او في شكل مراجعة خاصة باليوتيوب هيتم تأخيره. لو كان بيتحقق في يوم ممكن يتحقق في ثلاثة، في اسبوع، في شهر، محدش عارف الظروف ايه. والخبر ده هنا برضو ظهر في سياسات اليوتيوب، هنا بقول لك توقع تأخير في طلبات المراجعة المقدمة إلى برنامج شركاء اليوتيوب، وإحنا بنتخذ الخطوات اللازمة لضمان صحة موظفينا وفريق عملنا الكامل، ويشمل ذلك خفض عدد الموظفين العاملين في المكاتب في مواقع جغرافية محددة للحد من فيروس كورونا. علشان كده من المتوقع أن يتأخر ردنا بشأن الطلب المقدم إلى برنامج شركاء اليوتيوب أكثر من شهر. هنا قال لك أهو أكثر من شهر، كنا بنقول مثلا يومين ثلاثة أو أسبوع، دلوقتي هيتخطى الشهر. يمكنك الاطلاع على حالة طلبك متى شئت بالنقر هنا، إن أنت تقدر تتابع طلبك من الضغط على الرابط ده لو أنت مقدم في برنامج شركاء اليوتيوب. بكده نكون عرفنا آخر تحديثات اليوتيوب، وهسيب لكم رابط التدوينة ديت أو رابط آخر الأخبار وتحديثات اليوتيوب في صندوق الوصف، تقدر تشوفها وتتابع كل التفاصيل لحظة بلحظة. ياريت بقى لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو ما عجبكش برضو اعمل لايك علشان يوصل لأكبر عدد من الأشخاص. ولو انت لسه جديد في القناة وما اشتركتش يبقى لازم تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس علشان توصلك آخر فيديوهاتنا ومجرد رفعها على القناة. انتظرونا فيديو جديد وإلى اللقاء.